صافي، بغيت نبدا واحد الحياه اللي تكون احسن. بغيت استقرار نفسي، بغيت راكم عارفين راه ما كاينش شي حاجه اللي كتجيب الراحه النفسيه اكثر فاش كتكون في الطريق الصحيح. السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي خواتاتي لهذا الفيديو. كنتمنى نلقاكم في احسن الظروف وبصحه جيده ان شاء الله. موضوع الفيديو اليوم حول فاطمه الزهراء المعروفه بصوفيا تايت ماترز. للتعرفات في السوشيال ميديا هي وخواتاتها بجوج عيشة ونهيلة، عندهم قناة يوتيوب اللي مؤخرا مسحوا جميع الفيديوهات اللي كانوا في القناة ديالهم. بس وفاطمة الزهراء كانت شرحات بأنها بغت تبدأ يعني حياة جديدة واستغنات على الفيديوهات ديالها وحتى على الأغنية ديالها اللي كانوا صدروها آخر مرة. وبالنسبة للانتقادات اللي تعرضت لها فاطمة الزهراء قبل وبعد القرار ديالها باش تدير الحجاب، تبعوا معايا الفيديو خوتي باش نشوفوا تفاصيل ديال هاد ثلاثة الخوت خصوصا صوفيا. السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين. اخباركم؟ اللي بغيت نقول اليوم هو اول حاجه بعدا شكرا شكرا جزيلا لكاع الناس اللي هنئوني على الزواج وباركوا ليا، لا من صحابي لا من يعني من اقرب الناس حتى المتابعين، فكنشكركم. وكذلك كنشكر كذلك الناس اللي دخلوا عندي وسبوني وقالوا لي حقا وانتي اصلا كنا عارفين انك راه دايره الحجاب غير على قبل الراجل حيت غتزوجي حيت المهم بعدا كتفرجوا في الحلقه. فحتى هاد الناس هادو يعني كما كتشوفوا بحال هاد المساجات هادو كنبغي نشكرهم على تخفيف الذنوب وعلى الحسنات اللي هديتوني في هاد الكلام ديالكم. حقا قالتها فلانه راه قالت بلي راه لحت عليها الخرقه حيت غتزوج حيت قال ليها خليجي حيت صحيت بزاف ديال القيل والقال. فانا البارح بحالي بحالكم كان دخلت انا الانستغرام وكنلقى جميع الصفحات ديال الانستغرام ناشرين اخبار زواجي، والامر اللي صراحه صدمني. ولكن شوفوا لاني انا هادشي اصلا كنت عايشه وكنت عارفه، فعلاش ما هضرتش على الموضوع وعلاش البارح ما قلت لكم حتى شي حاجه، خليتكم حتى تفرجوا في الحلقه ديال اليوم باش تعرفوا الحقيقه ديال السوشيال ميديا كيفاش دايره. وانا من وحده من هاد الناس، وحده من هاد الناس اللي تضروا جدا من من من, من الانستغرام، وحاولت تلفقوا لي حوايج اللي ما فياش. تعرضت لجميع انواع التنمر، تعرضت لجميع انواع الطعن في الشرف، تعرضت لجميع انواع اي حاجه خيبه تقدر توقع لشي واحد في السوشيال ميديا تعرضت لها مؤخرا. وذنبي هو انني كنت كنشارك مع الناس حياتي بدون تصنع، كنت كنعطينيتي الناس، كنت انسانه عايشه حياتها عادي جدا درويشه داخله سوق راسي. فوليت تنعت بالعهر، تنعت ب قلة الحياة، تنعت بزاف الحوايج. الحاجة اللي ما عمرني أنا يعني تعمدت أنني نبينها، ولكن شفتوا بحال هاد الصفحات اللي نشروا البارح خبر زواجي يعني وزوجوني، وكل شيء كيهضر في الكومنتار، كل شيء كيهضر في فيسبوك صوفيا راه تزوجات حق داك الشيء دارت الحجاب. يعني شفتوا فقط مقطع من تيزر كتسولني المذيعة واش مغربي، وقلت طبعا مغربي، ممكنش لي نتفاهم مع شي واحد ماشي مغربي. ما عرفتوني كنهضر على الزوج السابق ديالي، ما عرفتوني كنهضر على فارس الاحلام ديالي، ما عرفتوني كنهضر على مباشره صافي مغربي هزيناها زوجناها. فهذا الشيء هو اللي تعرضت ليه من اول نهار درت البوز في السوشيال ميديا، من اول نهار تطعنت في شرفي فعلا. المهم الميساج ديالي من هادشي وعلاش انا سكت وما قلت البارح والو، ما نفيت الخبر ولا اكدتو، حيت بغيت نخلي الناس يعني تشوفوا كيفاش نتوما كتمشيو مع القطيع، كيفاش كتمشيو مع الاخبار اللي كتراج في السوشيال ميديا بدون صحه، بدون شي حاجه اللي مؤكده، يعني فقط كلام اللي هو كلام عادي هزيناه رضيناه زواج رضيناه وكل شيء تيق هادشي.
اكثر انسانه شي حوايج واحد الصوره كنلقى ناس كيقولوا لي صوفيا راه حنا كنا واخدين عليك واحد الصوره في السوشيال ميديا اللي هي مغايره جدا على الصوره اللي فاش تلاقينا بك لقيناها، وماشي انا هي السبب، دوك الصفحات وداكشي اللي كيروش مواقع التواصل الاجتماعي ودوك النفوس الخبيثه اللي كتبغي تقلل من شان واحد اخر باش تبان هي واعره هما السبب. اخيرا الناس اللي غيكونوا تفرجوا في اللقاء ديالي غتكونوا عرفتوا ان فاش هضرت على داك الموضوع يعني ما كانش زواج، وداك الهضره كلها اللي طراش في السوشيال ميديا من البارح اليوم واللي دارت البوز انني تزوجت ما عندها حتى شي صحه وما تزوجتش، انا باقه في دارنا وباقه الحمد لله باقي كنتسنى داك ولد الناس اللي غيصيفطوا لي ربي اللي غادي يكون مناسب ليا وغنكون مناسبه ليه. ما تبقاوش تثقوا في اي حاجه، والحجاب ربي كيعرف نيتي، واخا نعيا ما نقول لكم عمركم غتعرفوا شنو بيني وبين ربي، ولكن كونوا اذكياء كونوا اذكياء ولو شويه. كل شيء باين، راه ما كاينش واحد غيدمر حياته غيدمر حوايج اللي هما بانيهم من زمان على وديت حاجه اللي ممكن يديرها شهر ولا شهرين، راه كل شيء واضح. فالحمد لله الحجاب ماشي راجل هو اللي قال لي ديريه، ماشي حيت غنتزوج علاش درتو، الحمد لله هو هداية من رب العالمين، وأسأل الله الهداية الجميع بنات المسلمين أجمعين يا ربي، ونسأل الله الثبات، الله يثبتنا يا ربي على الطريق المستقيم، ويبعد علينا النفوس الخبيثة، ويبعد علينا كل من أراد بنا سوء يا ربي لنا ولكم، وربي معكم. كيف ما سمعتوا خوتي، يعني على لسان فاطمة الزهراء المعروفة بصوفيا تيتماترز، البارح يعني وسائل التواصل الاجتماعي كلهم روجوا الخبر ديال الزواج ديالها من انطلاقا من واحد اللقطة يعني في واحد لقاء صحفي، ولكن صوفيا ما نفاتوش في ديك الوقت، يعني خلات حتى شافت يعني كيفاش تعاملوا الناس مع ذاك الخبر. كيف ما المهم شفتوا في الفيديو ديالها شنو قالت، هاد الخيوط كانت عندهم قناة وكانوا كيديروا فيديوهات فيهم فلوغات وفيهم تحديات، وكانت عندهم مشاهدات ومتابعين يعني كتار ونالوا شعبية، وكان عندهم متتبعين يعني عزازين عليهم تيتماترز، هما كيسكنوا في مدينة أكادير. إذا صوفيا كما قالت بغت ترجع للطريق ديال الله سبحانه وتعالى، ويعني لبست الحجاب ديالها، ضروري غادي يكونوا الانتقادات اللي تبتها يعني على هاد الامر ديالها، ونتمنوا لها التوفيق هي وخوتها. هنايا راه كتفتتح واحد المشروع ديالها اللي دارت المنتوجات ديال الزياده في الوزن وحتى المنتوجات ديال التجميل، المهم انا ما عرفتش مزيان بالضبط البروجي ديالها، يعني عرفت بانه منتوجات زياده في الوزن، واش كاينه شي حاجه اخرى مع هاد المنتوجات ولا لا، يعني تقدر توسع هي المشروع ديالها. فاطمه الزهراء كانت مضيفه الطيران واستغنت حتى على الوظيفه ديالها ودارت الحجاب ديالها، وكنتمنوا لها التوفيق وان شاء الله يعني تزيد تطور الحجاب ديالها لقدام، يعني ما تكترش حتى الماكياج، والمهم راكم عارفين الحجاب كيفاش كيكون، وانما هذه كبدايه راه مزيان، كنتمنوا لها التوفيق. وبالنسبه للمنتقدين حتى هما يعني الا كان غادي يكون شي نقد بناء يبقاو يديروه، والا كان غير باش يحبطوا الانسان ولا باش يعني ما كيعجبهمش الحال واحد الانسان يتغير شي حاجه مزيانه كيهضروا بهذيك الطريقه، الله اعلم. الله عز وجل هو اللي كيعلم ما في الصدور وكيعرف الاسرار ديال العباد ديالو. وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا لكم مشاهدي الكرام على المتابعه، ما تنساوش خوتي تبارطاجيو ليا القناه وديروا لايك للفيديوهات باش القناه ديالي تكبر، وشكرا لكم الى فيديو اخر يحمي الاخبار على الفنانين او المشاهير. دمتم بخير والى اللقاء. حاجه اللي ما كيعرفوش الناس انه انا عندي اسم الله في الدنيا.